باعتباري ممثل للشبك في مجلس محافظة نينوى، وذهبنا مع الوفد التفاوضي إلى المتظاهرين المعتصمين في منطقة جوجلي وبرفقة السيد محافظ نينوى وكذلك الدكتور فالح الفياض مستلم الوطني وقائد عمليات نينوى وقائد الشرطة ومدير عمليات المشتركة والفريق عبد الأمير يا الله، وللاستماع إلى مطالب المتظاهرين ابتداء أن التظاهر حق مشروع وكفله الدستور العراقي، ومن أجل أن نسمع المتظاهرين. لكن مع الأسف الشديد لاحظنا أن بعض المندسين في التظاهرة أرادوا تحوير التظاهرة إلى فوضى، نوع من الإرباك، قاموا بالتدافع خاصة معي وبإطلاق عبارات غير لائقة مثلا عميل للحزب الديمقراطي وغير ذلك من، لكن نحن نعرفهم، هؤلاء هم مندسين ولا يمثلون رأي الشارع الشبكي. هم أرادوا تحويل المظاهرة إلى خلق نوع من الفوضى ومن خلال التدافع وإرباك، لكن بالتالي استمعنا إلى مطالب المتظاهرين وشكل وفد تفاوضي لحل المسألة، وسيكون إن شاء الله سيطرات يكون مشتركة ما بين الجيش والشرطة والحشد.